نرحب فيكم مشاهدينا من جديد. ضيفتنا الآن هي ناشطة توعوية وإعلامية، وهي الأم البديلة والداعم اللوجستي لعديد من الفتيات الملهمات، صاحبة العديد من المبادرات المجتمعية والإنسانية، ومؤخرا أطلقت كتابها عين روضة وقوارير خلف أسوار الدور، وهو مجموعة طبعا من القصص الواقعية في المجتمع، ويهدف لتطوير وتنظيم الإجراءات اللي بتراعي تطبيق هذه القوانين المجتمعية. بطلتنا اليوم روضة اليوسف. رحب فيك روضة معنا في صباح الخير يا عرب. هلا صباح النور روضة، سعيدة بتواجدي معكم. تسلمي نورتينا روضة. لو تحدثينا عن أهم مبادراتك وعن يمكن الفارق اللي شفتيه أنه أحدثته في المجتمع. والله أنا عندي عدة مبادرات، بس أنا شايفة مبادرة دعمي للملهمات اللي في دور الحماية كان له واقع يعني إيجابي لي أنا ولأسرتي وللبنات الملهمات. أنا سميتهم ملهمات لأنهم صراحة أثبتوا وجودهم، تركوا يعني المشاكل وحاولوا يشوفوا قدام، يشوفوا أنه الحياة ما حتوقف هنا. يعني أنا حاولت أدعمهم لوجستيا طبعا، من ناحية استخراج هوياتهم الوطنية، يعني تأهيلهم تعليميا، كنت أدعمهم أنهم يروحوا يكملوا دراستهم. وعندي ما شاء الله واحدة من الملهمات الترم اللي فات في رمضان تخرجت قانون، من قلب الألم صارت حقوقية الآن ومحامية. فيعني صراحة أنا أستمد قوتي منهم. أنت بتتكلمي الآن عن معنفات. المعنفات هي ست البنات اللي أنا تبنيتهم. وإيش أنت بتدعميها؟ المبادرات الثانية كانت طبعا من فترة مبادرة دعم المرأة، اللي هي من حقي وأبنائي استقرار سكني آمن، كان خاص بالمطلقات والأرامل. طبعا كنت أتواصل مع عدة جهات، وأنا أشكر من خلال منبركم كل المسؤولين اللي كانوا يدعموا مبادراتي، من وزير التعليم، وزير الإسكان، وزير الشؤون الاجتماعية السابق والحالي. فما يعني ما كنت حنجح في هذه المبادرات إلا إذا وجدت أيادي تدعمني من مسؤولين ومن المجتمع. من ضمن المبادرات مبادرة بركم عطاء اللي كانت للوالدين، اللي كانت تعزز ثقافة بر الوالدين، بركم يعني بروا أبائكم تبركم أبنائكم. كانت هذه الحملة مدعومة من عدة جهات خاصة، لمولات خاصة كانت تدعمنا، وعملنا نشاط ميداني، وكنا نحاول نقرب الأطفال والأبناء لآبائهم، نقول لهم أعطوهم وردة وبوسوا بابا وبوس، فكان يتعودوا على يتعودوا، لأنه وجدنا فيه جفاف عاطفي. يعني تخيل الطفل مو متعود يستحي يبوس أبوه. ففي المبادرة دي حسينا أنه في جفاف عاطفي، وحاولنا ننمي هذا الجفاف العاطفي. في عندك مبادرة معا للعنصرية، معا مبادرة خاصة بالعنصرية اللي هي معا نحارب العنصرية بالحب. فكانت من ضمن المبادرات اللي أنا أفتخر فيها، لأن أنا مورس علي العنصرية. فما كنت أبغى أبادل العنصرية اللي مورس علي بكراهية، كنت أبغى أحاول أثبت العنصر ده أنه الحب هو اللي يخلينا نتعايش. أكيد. مبادرات عديدة يعني الحمد لله. طب روضة، ليش في كثير بنات يعتبروك الأم يعني البديلة الملهمة لهم؟ شوفي، البنات بالذات بناتي الملهمات الستة فقدوا جزئين في حياتهم، اللي هو الأمان والأمانة في التعامل. فلما وجدوني يعني حسوا بالأمان معايا، وكانوا ما شاء الله تبارك الله يحاولوا يسألوني في كل صغيرة وكبيرة. فما شاء الله تبارك الله، أنا كنت أقول لهم اقروا، ادخلوا شوفوا النظام في وزارة العدل ايش يقول، شوفوا النظام في وزارة، يعني كنت أبغاهم هم يبحثوا عن الحقيقة ويبحثوا عن الأنظمة اللي كفلتها الدولة لهم ومعرفة حقوقهم. ايوه، فما شاء الله تبارك الله صاروا أقوى
من اللي انا كنت اتوقعه ما شاء الله. فلذلك متى بدأتي الروضه؟ 15 سنه مع المعنفات من 15 سنه. طيب ليش هذه كانت فكرتك من البدايه ولا رسالتك من البدايه؟ ايش اللي خلاكي يعني انك تساعديهم تدعميهم توقفي معهم؟ حب للنشاط المجتمعي. في طبعا في كثير متطوعين في مجالات اخرى يعني في اللي بيتطوع في مجال التنميه مثلا في يعني في الزراعه في مجالات مختلفه صحيح. لكن انا ركزت في مجال كان جدا صعب وقتها انه الوحده تدخله كنت اعاني يعني مورس علي الضغط اني انا اترك هذا المجال فكان كل ما احد يقول لي ابعدي لا تساعدي كان يمكن قوه اكثر كان يعطيني أكيد. قوه اكثر لانه النظام معنا والقانون بالتأكيد. معنا والشرع معنا صحيح. روضة قبل ما نتكلم عن كتبك بس ابغى اعرف منك ايش ابرز التحديات والصعوبات اللي واجهتيها غير يعني الناس اللي كانت تبغى تحاول انه تخليكي توقفي؟ شوفي انا ابرز التحديات اللي واجهتني اللي هم اهالي البنات اللي انا تمنيتهم بس سبحان الله انا كنت دائما اقول للبنات وعاشرهن في الدنيا معروفه ايش ما صار من ابوك وامك وانا هذا بقوله لكل امراه ولكل بنت ايش ما صار من ابوك وامك اتحمليهم انت تقدري تاخذي حقوقك من خلال النظام والقانون صحيح. لكن حاولي ما تحاربي اهلك كنت دائما اقول لهم لا ترفعوا قضايا مثلا نزع ولايه تشتكي امك اللي يعني في حلول قانونيه وفي نفس الوقت عاشروهم في الدنيا معروفة صحيح. لا تتصادموا مع الأب والأم لأن الأب والأم عندي شيء حساس لا جدا لا أكيد يعني. أكيد بالعكس صح جدا نتكلم الكتاب. عن الكتب بس على السريع الكتاب هذا عن روضة بس كده باختصار تقولي لنا هي قصص واقعية بتدور حول إيش؟ قصص واقعية هي قصص واقعية بتدور عن 16 قضية؟ حالة قضية قصص واقعية 16 حالة من ضمنهم 6 البنات بنات الملهمات إضافة إلى الأنظمة وبعض الأنظمة اللي أتمنى أنها تتغير أوكي لا حلو جدا هذه نسخة لي وفي نسخة الخليل خليل طبعا ونسخة للبرنامج يعطيك ألف عافية وموفقة روضة مساعدين وفخورين جدا فيك وبكل الدعم أكيد نشكر كل الجهات اللي دعمتك ودائما واقفة معك وإحنا أولهم ممكن أوجه شكر أكيد تفضلي أنا بوجه شكر من بناتي اللي دعمهم معالي وزير الإعلام حاليا ووزير الشؤون التنمية الاجتماعية الدكتور ماجد القصبي شكرا 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 يعني انت يعني عملت فارق للبنتين اللي تمنيتهم اللي هم بناتي يعطيك الف عافيه اكيد ان شاء الله يكون قاعد يحضرنا ووصل له شكرك يعطيك الف عافيه روضه والان مشاهدينا حنرجع لهاني وساره في دبي